الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حياكم الله إخواني الكرام، حياكم الله أخواتي الكريمات، ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامج صلوا في رحالكم. ولعلنا نتطرق إلى أمر مهم وإلى زاوية عظيمة من زوايا هذا الدين العظيم، وهي الرخصة، الدين الذي جاء بالرخص في أوقاتها وعند حدوث أسبابها، الرخص التي قد يتشدد البعض ويقول أن فيها تنازل، والحقيقة أن الرخصة هي نعمة وهبة من الله وصدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم. هل تعلمون أيها الإخوة أن أول ما نزل القصر في صلاة المسافر كان لأولئك الذين يجاهدون في سبيل الله؟ ثم بعد ذلك أكرمنا الله كمسلمين، محاربين وغير محاربين، مجاهدين وغير مجاهدين، أن كل من سافر فإنه يترخص بهذه الرخصة كرما من الله وفضلا منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. انظروا إلى هذا الكرم وإلى هذا الفضل. الرخصة دائما تأتي لمن يحتاج إلى أمر ييسر له في عبادته. الصائم يشق عليه الصوم فيكون له الرخصة في الإفطار، إذا سافر تكون للمرأة الرخصة إذا كانت حاملا ولم تستطع الصيام، إذا كانت مرضعا ولم تستطع الصيام تأتي الرخصة. والرخصة جانب عظيم من جوانب هذا الدين الكريم، بل أشد من ذلك أن من قدر أن يقع في خطأ في صيامه ويرتكب بعض الأمور المخالفة، بل ويبطل صيامه، أن الله جل وعلا جعل له كفارة. واسمعوا معي إلى هذه القصة التي فيها طرافة وفيها عجب لأحد الأعراب الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ هلكت؟ مالك؟ ما الذي أهلكك؟ قال: يا رسول الله، أتيت امرأتي وأنا صائم. أي جامع امرأته في رمضان وهو صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، النبي الرحيم الذي قال الله عنه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد أن تصوم 60 يوما؟ يعني الآن بدأ يبين له كفارة ما قام به من فعل خطأ ومن أمر منكر في مسألة مجامعة أهله في رمضان. ولا شك أن هذا من إبطال الصيام، وقع في إثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: والله يا رسول الله لا أستطيع، لا يجد قدرة أن يصوم 60 يوما. قال: فهل في بداية الأمر هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: والله لا أجد، فقير. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله والله لا أجد. ما عنده أي شيء. وانظر إلى هذه الحالة التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاءت الشريعة باليسر والسماحة والرحمة والترخيص في مسألة ما ينبغي أن يرخص فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجد أي حل، وقد أتي بشيء من التمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من التمر، فقال: خذ هذا فتصدق به على 60 مسكينا. قال: على من يا رسول الله؟ فقراء؟ قال: والله
لا يوجد بين لابتيها أي في المدينة أفقر منا، نحن أفقر بيت في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم أعطاه وقال أطعمه لأهلك. تخيلوا أيها الإخوة، عاد من هذا الفعل وهذا الإثم الذي وقع فيه، عاد منه مسرورا وقد أخذ طعاما وأدى حكم الله وأعطاه لأهله. بالله عليكم، بما تصورون هذه الشريعة العظيمة؟ شريعة رحمة، شريعة يسر، شريعة إكرام، وإكرام لمنزلة الإنسان، وتكريم لكل عابد لله تبارك وتعالى. الرخصة في الإسلام جاءت لتجعل العسر يسيرا. إذا سافر الإنسان فإنه يتعب ويجهد ويحتاج أن يرتاح، فخفف عنه في الصلاة فيصلي الرباعية اثنتان، ويصلي في الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، فبدل أن يكون في خمسة أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنها في شريعتنا رخص للمسافر أن تكون في ثلاثة أوقات، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفجر في وقتها، فتصير أوقات الصلاة للمسافر ثلاثة أوقات. أليس هذا تيسير؟ بلى والله. انظر إلى الرخصة للمرأة النفساء التي وضعت ابنها أو بنتها حينما تلد المرأة، وكما ذكر علماء الطب أنها في أجهد حالاتها وفي أضعف حالاتها. إذا وصلت إلى مرحلة الضعف، انظروا أيها الإخوة إلى رخصة الله وكرم الله علينا، في أشد مرحلة للمرأة عندما تلد يخفف عنها جميع العبادات، فلا تصلي ولا تصوم ولا تقوم بأي عبادة من هذه العبادة 40 يوما، أو حتى تطهر. وهذا يدل على ماذا؟ على كرم هذه الشريعة وعلى رحمتها وعلى تيسيرها، وعلى أن الرخصة واجبة في شأن هذه المرأة التي ولدت، إكراما لها وتيسيرا لها وترخيصا لها في شأن هذه العبادة. الخلاصة أن الله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد أن تكون عباداتنا في أيسر الحالات التي نستطيعها، فإذا ما كان علينا مشقة جاء التيسير. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الذين قبلوا رخصك فقبلت أعمالهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم مع أخي في لغة الإشارة لبيان ما تقدم بتيسير الله تبارك وتعالى. نادين المؤذن كل فرض، ويسبقني الفؤاد إلى النداء، أصلي في رحالي رغم قلبي، وبي أمل يحلق في السماء بإذن الله تنقشع الرزايا.
أصلي في رحالي رغم قلبي